كادر، مساء النور. مساء الخير اخويا، وش راكم لاباس؟ الحمد لله، شنو احوالك؟ الله يحفظك. صافا الحمد لله، الله يربيع. الله يخليك يا خويا. بديناها بطبيعة بالغنية هذه اللي ترجعنا ممكن شوية للسنوات هذه الأخرى، الغنية هذه اللي حتى في الفيو زاد على اليوتيوب ما شاء الله، العدد والمستمعين زاد اللي يسمعوها، نجحت برشا الغنية هذه كادر. وي صواب يا ماما ميا، كانت خرجناها العام اللي فات، أول عام اللي فات خرجناها، والحمد لله لقات هي أغنية شبابية بالدرجة الأولى. نعم، جميل جدا. كادر حاليا موجود كما ذكرت في فرنسا بحكم تحضير ألبوم جديد، أغاني جديدة إن شاء الله. إن شاء الله قريبا، وبحكم أيضا عندك بعض الحفلات اللي منظمينها في فرنسا حاليا. بحكم حفلات، عندي شوية حفلات هنا في فرنسا، وراني نوجد جو بريباري الألبوم تاعي دوك، راني هاد الأيام متواجد في فرنسا هنايا باش نكون قريب من العمل تاعي وقريب من الاغاني اللي راني نوجد فيها الالبوم ان شاء الله، اللي تكون مصورتين تاعو في 2015 ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ما فماش اغاني هيك في افريل في ماي؟ وي كاين سينجل، كاين دو سينجل مخرجين ان شاء الله في افريل، مي الالبوم درنا له مصورتين 2015 ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي، اكيد، لانه تحضيراته خاصه للدعايه يعني الببليسيتي ضروري جدا قبل صدور الالبوم. راهي انا موت في خاطر تلمون ايا شكرا لك مهندس الصوت. طبعا لانه فما برشا تليفونات توصل في الكواليس، مكالمات هاتفيه يحبوا، عجبتهم الاغنيه على هذا، ذكرنا شويه بالمقطع هذا. يعيشك يا كادر. حبيت بطبيعه انه نتعرفوا بطبيعه على المسيره، مسيرتك بدات من عام 1997 الى يومنا هذا، احنا في 2014، تجربه يعني زاخره بالاعمال ما شاء الله، يعني عديد الاعمال، عديد الالبومات، عديد اللقاءات ايضا التلفزيونيه الاذاعيه، الاضواء مسلطه عليك، معناها برشا ما شاء الله، يعني ما شاء الله الاضواء مسلطه عليك برشا في الجزائر وخارج الجزائر ايضا. اخويا الحمد لله، احنا والله العظيم مازلنا دوكا نقولوا مازلنا نتعلموا، مازلنا نخدموا، مازلنا نديروا حاجه اللي يرضى بها الجمهور ان شاء الله، دائما نكونوا نقدموا، نكونوا في حسن ظن هاد الناس اللي يحبونا، وهاد الناس اللي صنعوا منا هاد النجوميه، باسكو انا دائما نقول انه الفنان ملك الشعب تاعو، كي تولي ملك الشعب تاعك وتولي دير لي سيكسي، تولي عندك مسؤوليه وتكون عندك ريسبونسابيليتي باش تقدم دائما حاجه مليحه ودائما تكون في المستوى، خاطرش كي يكون واحد سيكسي عايدا يولي الناس يسمعوا الغناء تاعو، ما لازمش يغلط، لازم دائما يدير حاجات اللي يقعد في النيفو، يا يدير حاجه خير من الحاجات اللي الحاجات. الحمد لله احنا رانا نتعلموا، رانا بيان واحد رجعوا نستع الناس اللي يخدموا معاه، باسكو انا عرفت حاجه واحده من الخدمه ديالي هذه، بلي الانسان باش ينجح، الانسان باش دائما يكون بيان ويقدم حاجه مليحه، عنده ثلاث حوايج في هذه الدنيا لازم يمشي عليهم. الحاجه الاولى لازم يريسبكتي طوميتي، لازم يحترم الخدمه تاعو طبعا، ويريسبكتي الميتي تاعو. دوزيام شوز تري امبورطون، لازم يريسبكتي طون بيبليك، يريسبكتي الجمهور تاعو، ويريسبكتي الناس هادو اللي يحبوه، الناس اللي دخلوا لجال الحفلات، والناس اللي يشروا لي سي دي تاعو، والناس اللي يتبعوا الجديد تاعو. وثالث تروزيام شوز، لازم يريسبكتي لونتوراج اللي يخدم معاه، الناس اللي يخدم معاهم، الناس اللي هما مونتيرين معاه يخدم معاهم، سي بور سا باش بطبيعه يوصل وينجح بطبيعه، لازم له هذا ويكون موجود. زادا كادير، زادا تشاطرني راه يكون موجود، كيفاش يكون موجود في الساحه الفنيه انه بوجود الاعمال، معناها الفنان اذا ينتج معناها الاعمال الجديده ديما يكون موجود في الساحه حتى ما يبعدش على الجمهور.
وي لازم لاكتيريتي لازم يكون قريب من الجمهور، لازم دائما يا اخي يخدم باش يكون موجود باش الناس تبع لاكتيريتي، باسكو الوقت اللي لحقنا له الناس التي يهمها ولا الناس التي مشاغل تاعها، دونك باش لازم تفرض نفسك لازم دائما حاجه جديده وتحدد حاجه نقيه وحاجه في المستوى باش الناس تقعد توجور تبع الانتاج تاعك. جميل جدا. شنو رايك نسمع مقطع من عندك في اللايف الليله في الديريكت في اللايف؟ ويا في بليزير، انا والله نحب ناس تونس ونحب الشعب التونسي يعيش ومدى بيا نكون دائما قريب ليهم باش نغني لهم اون لايف ديريكت. يا ريت. مي رانا نوجدوا حنايا الاغنيه، انا نوجدوا اغنيه تاع اغنيه اوسكار، هذه الاغنيه اللي سميناها اوسكار لان الاغنيه الكلمات تاعها جديده فجدت شويه في الراي، وكي تسمعها تقول راك تسمع في تقول عباره عن فيلم، هي تقول نقول في المقطع تاعها في ملعبنا انا وياك وجات من المكتوب كتب هذا السيناريو، انتي لعبتي نار الهلاك وانا لعبت العقل والسيريو. ايوه. حسبت روحي معاك غادي نفرح تلمو قريت في عينك ليسبوار، قلت بالك نوطري استوار تنجح نديرو سيكسي وندو اوسكار، عدياني فرحوني اللي سفريت عجبهم الفيلم وتفرجوا فيا، صرت اللقطة اللي فيها بكيت واللي ويعاودوا فيها غير هي، في ملعبنا أنا وياك وجات من المكتوب اكتب هذا السيناريو، انتي لعبتي نار الهلاك وانا لعبت العقل والسيريو. شكرا شكرا لك كادير. طبعا هو ما فهمش احلى من اللايف راه. الله يسلمك اوي، ما كاش حاجه احلى من اللايف. يعيشك يا خويا وربي يفضلك. نحكيو شويه، انت حكيت من شويه يعني الجمهور كي يستنى السي دي نتاع الفنان ونجمه المفضل. في الفتره هذه وفي السنوات هذه الاخرى ظهرت القرصنه البيراتاج، كيفاش تعملوا كادر يعني عموما حتى انك تحمي الالبوم نتاعك وانت صرف عليه فلوسك يعني من جيبك؟ الواحد الفنان معناه يدفع ليزي للملحن ليزي للتوزيع وليزي للتسجيل والكل وللكلمات وغيره، فهذايا الكل كيفاش يتم المحافظه على هذا الالبوم او على السنجل ولا على الميني البوم حتى انه ما يتمش قرصنته في الجزائر ولا في فرنسا، بحكم انه ايضا تواجد الجاليه الجزائريه بعدد كبير في فرنسا. سي فريدوك، قضيه بيراتاج دوك بروبليم، هذا مش عندنا برك، حنا راهو في العالم كومبلي راهو كاين دي ميزون ديسك كبار وغلقوا على جال بيراتاج. البروبليم دوك مع انتشار الانترنت قلت لك وانتشار دوك الالبوم ما تقدرش تتحكم فيه، يتحكم فيه الفنان ولا الشونتور اللي ولا المهم الموزع اللي يقوم بدور النشر والاشهار، اللي يقوموا بال نشر هذا الالبوم ما يقدروش يتحكموا في الالبوم، باسكو دوكا كاين الانترنت، دوك الالبوم راه يخرج اليوم غدوه من داك يتحط في الانترنت الناس كاين اللي بعاد ما يلحقهمش الالبوم، دوك هو نقدر نقول لك بالنسبه للفنان هو نعمه ونقمه. نعم، تقدر تقول انه نعمه يساهم في نشر اعمال الفنان، بل يكون الناس بلاد بعيده وبلاد عايده مي يسمعوا عبر الانترنت يسمعوا بصح المتضرر بالدرجه الاولى البيراتاج، انا نشوف اللي متضرر بالدرجه الاولى هي دور النشر اللي تقوم ب
باسكو هي اللي خاصه مع الالبوم، باسكو الفنان دوكا كي يلحق له واحد النيفو ما يوليش هو يخسر من جيبه الالبوم، عنده ميزون ديسك ولا عنده ليديسيون تاعو، هي اللي تنتج له الاعمال تاعو، هي اللي هي تصرف على الالبوم، هي اللي تدخل الفنان الاستديو. وبالنسبه للكادر ليديسيون انا هي اللي تتعامل معاها، انا نتعامل هنا عندي لابيل تاعي هنا في فرنسا، وعندي ما في الجزائر هي ليديسيون دنيا اللي نخدم معاها، اللي تخرج لي الالبوم تاعي، تخرج لي الالبوم تاعي في الجزائر وفي المغرب وفي دول المغرب العربي. دونك البيراطاج راهو ظاهره، راهي انتشرت كاع في دول ما نقدروش نتحكموا فيها، مع انتشار التكنولوجيا، انتشار التكنولوجيا ما تقدرش تتحكم في البيراطاج، فهمني؟ نعم طبعا. به نمشي شويه للكومنتات والتعليق اللي توصل، ومن بعد نسمعوا مقطع زاده من عندك في اللايف الليله، ديما ندلوا عليك كادر. فريز من كاليفورنيا يسلم عليك برشا يا كادر، وهل من زيارة إلى أمريكا؟ نعرف أنه المغاربة عموما دائما اتجاههم فرنسا، هل فما زيارة لأمريكا ولا مثماش؟ سيب ربي إن شاء الله، إحنا كاليفورنيا ماشي، بس الجالية تاعنا الجالية المغاربية قامت تجوجدها في نيويورك، واشنطن، بوسطن، وبربي إن شاء الله إحنا نقول في مواد مارس إن شاء الله عندي جولة لكندا، ومن ثم الجولة للولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله، بربي إن شاء الله نروح نزور الناس هذول اليوم متعطشين لنا، مساكنهم قاعدين في الغربة يستناو الشونتير تاعهم، ولا يستناو الفنانين باش يجوهم باش يحيوا لهم الحفلات. نعم. حسنة من لبنان تسأل كادر، هل غنيت بالفرنسية فقط؟ سيسي غنيت بالعربية، غنيت بالفرنسية، غنيت ما غنيتش أونجلية. اي نعم. هذيا احمد باللهجه اللبنانيه مازال مازال شويه، بالكش يجي ديو ديو لبناني جزائري لبناني رايح هكذا. لا لا اي جميل جدا. هذايا احمد من مصر يحييك كادير. نعم. وأغاني الراي هي طبعا منتشرة في الوطن المغرب العربي، ونتمنى طبعا دائما أن نفهم الكلمات، خاصة أنكم تتكلمون الفرنسية يعني بطلاقة، لأنه هم تعرف أنه المصريين يعانوا شوية ممكن من الفرنسية، لأنه احنا في لهجتنا سواء الجزائريين ولا المغاربة ولا حتى في تونس ديما نستعملوا بعض الكلمات الخاصة في الأغاني ولا حتى في معاملاتنا كلمات الفرنسية، فهم ممكن عندهم مشكلة في هذا، ما يفهموش بعض الكلمات. يا أخويا من فما حتى مشكل، مرحبا بك، المرة الجاية عملوا لكم عربية فصحى إذا إن شاء الله. نوصل بطبيعة بطبيعة. نوصل صوفيا أيضا من لبنان اللي تحييك برشا. كادر، هل من الممكن أنك تعمل ديو مع الشاب خالد؟ مع الشاب خالد نشوف، إحنا الشاب خالد هو إحنا نقوله أنه الكينج تاعنا. الشاب خالد هو الإنسان اللي قدم بزاف لأغنية الراي ووصلها العالمية. نعم. وعلى الناس خالد هو صديق ليا، وبربي ان شاء الله يكون معامله ان شاء الله، ما دام خالد تعامل مع احمد وهبي وتعامل مع بلاوي الهواري اللي كان قبله في الفن هذا، يجي النهار اللي بربي ان شاء الله نتعامل ان شاء الله مع الشيخ خالد بربي ان شاء الله. ديما معاكم مع كادر جابوني كما ذكر، علاش ليه انه يعمل ديوم على الشيخ خالد، الشيخ خالد اللي كان ضيفنا طبعا في لما على الاف ام. باش نوصل مع الكومنتات اللي توصل، شكرا لك صوفيا، شكرا ايضا العادل، شكرا لك، تحيه كبيره ايضا مني ليك احمد، شكرا لك كذلك. برشا مساجات اللي توصلوا، برشا تعليق، فما البعض اللي حبذ اغاني الراي في اللايف، على هذايا انا باش ندلل على كادر، شنو نسمعوا لايف مره اخرى؟ مش حابين نسمعوا، انا سمعتك دوكا اغنيه من اغنية جديد اللي راني نوجد فيه جاي. سمعتها لك مي دوكا نروح نسمع لك حاجه قديمه طبعا شويه قديمه. دوكا نقول لك درتي فيا اللي ما يندارش، وشوفتيني اللي ما ينشافش، كتلتيني صاي ما قديتش، وعلى فيا ما رصاني غادي تحبس وندير قاري معك انتي يا منزيل.
بيك يا جرحي مبرا وقلبي مبريزي بالهم والفكرة شعر ماني مبريسي عطيني البود يا مرا مطريقي نزي انتي يا الواعرة تكتلي وتعزي انتي يا الواعرة تكتلي وتعزي. أيوة يعطيك الصحة كدير. الله يسلمك خويا. يعيشك اخويا وربي يفي فضلك وربي يحميك ان شاء الله. يطول عمركم ثاني ثاني متشرف بعد الاتصال من عندكم. يعيشك الله يخليك. كادر كيفاش عامل مع الفانس؟ مع من؟ مع الفانس طبعا وجمهورك اللي متواصل معك على شبكة الانترنت. اوكي لاباج فان تاع كادر جابوني اوفيسيال اللي الله يعلم انا ما نقدرش نقراو كاع لي ميساج اللي يجون من داك نعاود نريبونديو اللي نقدروا نريبونديو نريبونديو هكذا وشنو لاكتياليتي دائما كاين في لاباج فان هادو دائما الناس يتبعوا دائما حاجه جديده ما نبخلوش على الجمهور تاعنا ما نبخلوش كي تكون حاجه جديده اي سواء صوره ولا فيديو ولا حاجه اللي تكون جديده الحمد لله دائما هما الاولين تكون عندهم وهما الاولين اللي يسمعوا بها. عندك شكون مشرفين على الصفحه هذه ولا انت تشرف عليها شخصيا؟ عندي بيان سور ما نقدرش نشرف على كلش معنا استديو هذا كاين اللي مشرفين على هذه الصفحه وانا ندخل نقرا لي كومونت نقرا حاجه نقرا لي ميساج نقرا هيدا كيكون كاين الوقت على لا جميل. أنا باش نسمعك أغنية من عندنا من الاستوديو نسمعوا الليلة كادر الجابوني في لمع الأف أم. يا تي اللي برميتي لي جامي تغبريني No, 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 yeah.
هذا هو كادر الجابوني الليلة في لمع الاف ام، باش نوصل معاه كادر مجموعة من الأغاني، مجموعة من الألبومات اللي قدمتها، وخاصة كي تكون في لقاء مباشر مع الجمهور، كي تكون سيرسان معناه مع الجمهور، ما نعرفش نحسك ناشط برشا ما شاء الله عليك على المسرح. أنا شفت حتى الفيديو وأيضا لقاءاتك، يعني كأنك تتسلطن هيك على المسرح. بيسر ولا على بالك لازم الفنان سخطو الفنان فاكي كنا على المسرح، على بالك لازم يكون عن جد سام، لازم على حسب الموسيقى مشي تغني موسيقى فيها شوية نشاط هكذا، وتقعد ساكت هكذا ولا واقف هكذا ما تحركش ولا ما تفوجيش ما تجيش، لازم تعيش الغنية وتعيش يكون الكونتاكت تري امبورطون، يكون الكونتاكت انتر لو شونتير والبيبليك تاعه، ولازم هذا الكونتاكت اللي هذا الكونتاكت اللي دائما لازم الفنان يولف به روحه. نعم، يولف به روحه باش دائما يكون القبول بينك وبين البيبليك هذا. جيد، بالنسبه ليك يعني. بالنسبه ليك غنيت الديو، يعني مش انه كتجربه جديده، لكن سابقا عملت ديو. عملت ديو بزاف، انا عملت ديو مع لي رابور هنايا، عملت ديو في الجزائر مع فلا الجزائري فلا فنانة تاعنا، وعملت بزاف ديو مع فنانين سواء هنا في فرنسا ولا في تجربة ديو هو ديو باش دير ديو مع فنان دايما باش توسع الرقعة الجماهيرية تاعك وتكون فيزيون بينك وبين الفنان اللي راح تخدم معاه. باش وبالنسبة لكم أنتم خاصة أغاني الراي المنتشرة توا عالميا، الفن الراي يعني يعتمد برشا على الكلمات، مع من تتعامل في كتابة الكلمات الأغاني؟ أنا كتابة الكلمات انا عندي فن نكتب وحدي، عندي دي فن دي سيجين نكتبهم وحدي، ودي فن نتعامل مع دي بارولي كيما عندنا هنا دي بارولي كتر كلمات الشيخ عبد القادر الناير وسيد احمد طهاري الشيخ رضا، هذو قاعد تعاملت معهم عبد الرحمن جودي، فسمى هذو كتر كلمات يكتبوا الفنانين، وانا كان عندي فرصه وشرف باش تعاملت معهم وقدمنا أغاني ناجحة ضربت في السوق بها. نعم، بعض فناني الراي يغنوا في أغاني غيرهم، أغاني الفنانين الأخرين اللي يغنوا في الراي بطبيعة. كادر الجابوني تغني أغاني غيرك؟ أنا مازال ما غنيتش أغاني غيري، أنا غنيت كاع الأغاني اللي غنيتهم هو الأغاني تاعي ملكية أنا يا زعما. أنا نشوف أنه الفنان اللي يعاود الأغنية تاع الأغنية تاع الفنان واحد اخر مش راح ينجح بها، سختو الفنان اللي غناها الاول نجح بها هكذا، خاطرش الاغنيه تقدر تدي الاغنيه تاع الناس بصح ما تقدرش تدي الاحساس اللي غنى به الفنان الاخر، خاطرش الاحساس ما احساس كل واحد عنده احساس. نعم، الاغنيه كل واحد يضع احساسه على الاغنيه. كادر، فماش اغنيه راي تمنيت انها تكون ليك انت، معناها غنوها فنانين اخرين لكن تمنيتها تكون ليك؟ وي كان بزاف اغاني مشاو بزاف، لانه احنا في الراي على بالك الراي عندنا في الصيف لازم يدر، سواء الصيف ولا في الشتاء لازم الاغاني تضرب، كاين اغاني كاين 4 6 6 5 6 6 في الصيف هكذا الفنانين مختلفين، فكل واحد عنده تالي عندنا كاين اغاني بزاف اللي عجبوني واغاني بزاف اللي قدموهم فنانين عجبوني وتتمنى تقول هذا بيع هذا السجي كيفاش انا ما خدمتوش كيفاش ما راح خدمتوش. نعم، نسمع اغنيه من الاستوديو من عندنا ونوصلوا معك للحديث، وبعد شويه نسمع زيادة اخر مقطع لايف من عندك كادر، وباش نوصل مع الكومنتات والتعليق اللي توصل. هدرتي فيا اللي ما يديرش، شوفتيني اللي ما يشيرش، قتلتيني صايم قديش، وعلى فيا ما راح صاري هذه
حبس وندير قاري يا معك انتي صيمة زيج قهمتيني صيمة قديج تكتلي وتعزي انتي الواعره
كتلي وتروحي تعزي. في جرجيس وبن قردان 87.6. انا نخلي صوتك عالي حالي حالك حالك حالي انا الاولى انا الحر انا اذاعه الططاوي انا الاولى انا الحر انا اذاعه الططاوي صوت الوطن الاولى والحره اذاعه الططاوي صوت الوطن الاولى والحره ديما راديو تتوين لما على الأثام من نجمنا الليلة جزائري موجود حاليا بفرنسا كادر جابوني اللي استمتعنا بصوته بغنياته من الاستوديو وإلا أيضا في اللايف باش نمشي الكادر وبنمشي معاه مع التعليق اللي توصل. سوزان من مصر تسلم عليك كادر تسلم عليك برشا برشا برشا. هي تغني بالإنجليزي هل إنه فما إمكانية معناها كادر يغني بالانجليزي فرنسي عربي ان شاء الله بوركوا با ان شاء الله كي كنا موجود الموضوع وتكون كاين السجية بالبروبليم ان شاء الله. نعم جيد. نمشي للتعليق الموالي يوصلنا من الجزائر من الحسناوي يحبك برشا ظهر فيه الحسناوي. أمنيتي أني نحضر إن شاء الله حفلة الكادر الجابوني. حسناوي مرحبا بك أهلا وسهلا. يتابع في أغانيك يسمع برشا في أغانيك أيضا. لحسين واحد اسمه لحسين إن شاء الله أنا انتقت الاسم الصحيح يا لحسين من الجزائر. صديقنا عبد النور عباس شكرا ليك تحية كبيرة برشا 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 الكادر الجابوني صديقنا أعلامي براديو الجزائر. أيضا تيتا تيتا شكرا ليك من الجزائر. هذو ما عندك جمهور صديقي في الجزائر برشا يعني. عندنا الجزائر عندنا جمهور بيسر إذا بعد الجزائر الحمد لله الله يكثرهم إن شاء الله. يسلمك يسلمك يعيشك. مامية في مساج آخر من بلجيكا هي بطبيعة تغني شابة مامية. تسلم عليك برشا وتتمنى أنا إن شاء الله تتواصل معك إن شاء الله. سلم عليها أخوي رزي سلم على قاعد ناس الغربة قاعد يعرف في الغربة. نعم وعندكم جالية ما شاء الله يعني في الغربة في عندكم في فرنسا وعندكم حتى في بلدان أخرى أوروبية لكن الأغلبية في فرنسا في باريس في مارسي في أي عندكم يعني هذوما. نشوف أنا حتى معناه نتابع في الأخبار أنه يشوفوا شنو فما جديد الكادر الجابوني أول بأول معناه يوصلهم ظهر لي هما قبل الناس الجزائر يحبوا الرأي. احنا دائما نخدموا هنا في فرنسا سي بورسا نكونوا قراب ليهم بزاف. نعم واغانيكم خاصه تلامس تلامس انا حسيت حتى من اغانيك مانيش عارف علاش لكن يعني ما فيهمش تفاؤل برشا برشا اغاني يعني تحس صحيح ولا انا غلط صحيح يعني يعني عموما يعني حسيت انه اللي فاهم معناها في ولا اللي فيه عموما في التي شانسون حسيتهم انه ديما هم كي سون معناها هم اللي تتكي فيهم معنا عموما. نو عندي اغاني بزاف نقول فيها بلا بيك حاجه ما تحلالي عندي اغنيه تاع مدبيا نعيش في عشقك دغنا على حساب السوجي على حساب الموضوع على حساب اللي تدير دي فوا على حساب الحاله النفسيه دي فوا على حساب لي سوجي على حساب تحب الناس باش عايشين هذه الناس الغرب باش نغنوا لهم الليله لايف. نغنوا لهم هذوك نقول جامي بغيت انا كيما بغيتك انتيا لقيت معاك الحنانة وحدك في الزين والعقلية خيرتها من دون النساء هي اللي بي حاسة نروح لها بالسياسة مين تكون عمري سيباسة
تغير عليا وتبغيني نعطيها قلبي تستاهل الشك جامي يديني من تغيب راني تاكل ندام زون واللوم زيدو نتخاصمو ما ديرو والو حنا فتي طويل قاع نتعاشقو. ايوه هذه في خاطر سكون هذه في خاطر الناس تطاوين الاذاعه تطاوين الناس اللي عم يسمعوا فينا وناس تونس. يعيشك ربي فضلك وربي يحميك ان شاء الله ان شاء الله ربي يزيدك تالق ونجاح باذن الله. كادر نعرفك وسمعت عليك برشا اخبار طيبه يعني سواء من الفنانين ولا سواء من المقربين ليك كلهم يشكروا فيك في اخلاقك العاليه جدا ايضا في حضورك عندك حضور مميز جدا على الركح. خليني اني ايضا نتابع اخبارك اول باول كل ما فما جديد ان شاء الله يوصلنا والا نمروه طبعا في اذاعتنا ونخليك ايضا تتواصل مع الفنانين لانه ضروري جدا التواصل مع بعض الفنانين حتى تجي فكره ديو جديد. خلي اخرج شويه لانه ديما تعودتوا ديما الفنان الراي يغني مع فنان الراي ديو. اخرج شويه مع المشارقه مع التوانسه مع سي اخرج شويه. غنيت واحد الغنيه مع واحد تونسي غازي العيادي غنيت معاه تاع باسطة عندي أغنية باسطة غنيت مع فنان من المغرب مازال من لبنان مازال من مصر احنا أي. وطننا عربي كبير ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. شنو طموحاتك كادر لشنو تطمح تحديدا؟ والله الطموح مسموح اي طبعا ومشروع ومشروع وقد ما تقدر تطمح تطمح انا رانا نخدمه باش دائما نخدمه على الستيل تاعنا على الستيل الراي دائما يقعد في الرياضه ويقعد دائما كيما وصلوا خال العالميه ومامي وتعاملوا مع فنانين كبار والناس ولا الستيل تاع الراي يتسمع في لو موند اونتي. احنا ماذا بينا نرفدوا المشعل وماذا بينا دائما تكون لا روليف هذا هو الصح. جيد جدا. الفن لازم له فنانين هما باش يقعد قايم بحد ذاته لازم له الناس ترفد المشعل ودائما يقدموا حاجات ملاح ويقدموا حاجات بيان باش دائما هذا الفن يقعد جامد وقعد موجود. نعم جميل جدا. بالنسبة للي فاتوا اليوم اللقاء غدوة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك ينجم يسمع اللقاء هذايا مع نجمنا الليلة كادر الجابوني. نورتني إن شاء الله مزيد من التألق مزيد من النجاح مزيد من التوفيق ومزيد أيضا من الدعم الفناني الراي. وأنا باش ناخذ منك السينياتير الإمضاء الخاص. أنا قبل ما ندير السينياتير الإمضاء الخاص أنا وجه سلامي لكل ناس تونس تونس الحبيبة تونس الخضراء إن شاء الله نشوفوا تونس إن شاء الله في حلة جديدة إن شاء الله وتونس دايما مليحة. إحنا نحبوا تونس نحبوا الزهو تاع تونس ونحبوا الأمبيونس تاع تونس إن شاء الله دايما ربي يخلينا دايما نسمعوا على تونس أخبار مليحة ونسمعوا على الشعب التونسي والشعب التونسي إنه شعب شقيق ونحبوه. طبعا الجزائر وتونس علاقة قوية جدا وعلاقة بعيدة وعندها أمد من بكري عندنا علاقات إن شاء الله ربي يخلينا توجر نسمعوا أخبار مليحة على تونس وعلى الشعب التونسي ونتمنى الخير للبلد تونس لأنه أي بلد في الوطن العربي ما نحبوهاش إن شاء الله ما تكون عندها مشاكل. احنا دايما نحبوا سختو تونس قريبة لنا وكي تقول تونس احنا ما نجدين كاين حدود وهمية هذه حدود وهمية لموضوع جغرافيا في القلب والله ما كان حدود ما كانش حدود بيننا وبين كلامك صحيح صدق يحيشك وربي يفضلك إن شاء الله وإن شاء الله تجيني لتونس ونفرح بك لهنا في تونس. لا في الصيف إن شاء الله كي عندي فيستيفال أنا معروض إن شاء الله لمهرجانات كما قابس كما قفصة عندي لي كونتاكت ما إن شاء الله نكون حاضر في المهرجانات إن شاء الله ونتلاقى إن شاء الله. بون يعطيكم الصحة ميرسي بوكو على الاستضافة هذه. تابعونا واستمعونا حصريا على إذاعة طاوين كادر جابوني معكم. شكرا لك كادر نورتني الليلة وديما كما ذكرت اني نتابع اخبارك اول باول وسلم على الناس الغربة سلم على الناس في الجزائر الناس الطيبة وان شاء الله ملتقنا قريبا باذن الله ان شاء الله. اخويا نورتني الليلة كادر شكرا. الله يسلمك. الله شكرا لك. شكرا كادر جابوني من النجوم الراي
نمبر 1 معناها حاليا، حتى اذا باش تشوفوا الفيديو نتاعه من الفنانين الاوائل يعني حاليا، وناجح بدرجه كبيره كبيره برشا في الجزائر وفي المغرب العربي، موجود حاليا في فرنسا بحكم تحضير البومه وبحكم ايضا حفلاته في فرنسا. مرحبا بكم الناس الكل ديما على موجاتنا. الله الله على الطيب. جامي بغيت انا كيما بغيتك انت يا جيت معاك الحنانة وحدك في الزين والعقلية خيرتها من دون النساء